صباح الخير. أذكم كتاب من لبس السواد سبي العباد؟ لا، موجود عندي رواية أبي إلى جانبي لنفس الكاتب. طيب كتاب أين ينبغي أن أراك لتوماس هنري؟ موجود عندي كتاب نلتقي تحت شجرة التفاح للكاتب الأمريكي باتريس أوليفر. طيب ألاقي عندكم كتاب أتصل بك بعد 5 دقائق للكاتب البلجيكي مارتن كيرنر؟ معقول هذا راح يقرأ كل هاي الروايات؟ اي بابا، هذا الزبون جيد، دائما يجي ياخذ من عندنا كتب. ماشي بنيتي، بس قولي له خليه يقرا للكاتب الهولندي مارتن روايه لست غبيا. وانت يا بنيتي اقرا الكتاب اللي جبته لك للكاتب الروسي مارس هنري، سوف تتزوجين من ابن عمك غدا. اما انت راح اجيب لك كتاب الشرطه المجتمعيه. نعم، لا قاري كتاب الشرطه المجتمعيه، راح اروح ادور على كتاب الهزيمه في المراجل.